السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى أنه كيف ننصبها على نظام الماك أو إس اللي يحتاجه هو متصفح، أي متصفح كان. هنا أكتب أناكوندا، تمام، بايثون، وأعمل إنتر. راح يأخذني لي هذا الموقع أناكوندا.com distribution، أضغط عليها. المفروض أنه في الداونلود راح يكون مختار هو الماك، أقدر أنا أختاره. عندي نسخة 3.7 3.2.7، أنا أختار 3.7 64 بت اكو فقط مثل لينكس. اسمح له بالداونلود، اقول له داونلود وانتظر انه يكمل التحميل. طبعا حجم الفايل هو يكون 685 ميجا بايت، ويعتمد على سرعه الانترنت اللي موجود عندك، فتنتظره لحد ما يكمل الاناكوندا، وبعد ذلك تقوم بالتنصيب. عمليه التنصيب سهله جدا جدا للماك. الجميل في الماك واللينكس اللي يختلف عن الويندوز انه هذول الاثنين يكون البايثون جاي معاهم، يعني يكون في داخل الاوبريتنج سيستم، وهذا الشيء رائع جدا حقيقه. وطبعا بالنسبه لجماعه الويندوز ماكو اي تخوف، يعني ما في تخوف، لانه انت لما تحمل الاناكوندا يحمل في داخلها البايثون 3، ف ما تحتاج الى تنصيبه. طبعا الدوكيومنتيشن ايضا للاناكوندا جاهز، يعني ممكن لو تشوف الدوكيومنتيشن، لكن احنا كل اللي نحتاجه من الاناكوندا هي النوت بوك، وكون انه هو ينزل معاها السي باي وساي باي او النام باي اللي هو موجودين في دورتنا، والمات لاب، اوكي، عفوا المات بلوت لاب لب، اوكي، هاي ثلاث مكاتب الأساسية احنا نحتاج انه في دورتنا حتى نشوف كيف انه احنا نقدر نحلل البيانات، وكيف انه احنا نقدر نتلاعب بالبيانات اللي موجودة عندنا. اوكي، تم التحميل، اعمل دبل كليك، اوكي، فراح يظهر لي الانستلر الخاص بالماك. هذا بعد ما احتاجه، كلوز سفاري. طيب راح يظهر لي بهذه الصورة، اضغط على كونتينيو continue 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 agree install for me only او install on disk على الديسك نفسه، ما عنده مشكلة، اختار هذا، اقول له continue install. يطلب من عندك الباسورد، خلي الباسورد للحاسبة، اوكي، بعد ذلك install software. راح ياخذ شوية وقت لحد ما يحمل كل الملفات اللي تحتاجه. طيب نلاحظ هنا يطلب من عندنا access، خلينا نقول له اوكي، تقريبا يقول هنا about a minute، يعني يعتمد على ايضا مواصفات الحاسبة. خلينا نشوف تقريبا كمل بين 10 دقائق الى 5 دقائق تقريبا، يعني من 5 الى 10 دقائق تقريبا ياخذ التنصيب. تمام، ممتاز، كمل. طبعا هنا بس مجرد اقول لك continue، خلاص اقول لك close، تمام. بعد ذلك المفروض انه يكون عندنا الاناكوندا هنا موجود، تمام، يمكن ما ضغطناه بشكل جيد، كليك اوكي. الان المفروض انه يشتغل الاناكوندا، ممتاز. راح يعمل initializing adding feature loading الانترفيس، تمام. بالحالة نكون احنا نصبنا الاناكوندا النافيجيتور بشكل صحيح على الماك. ايضا كل اللي احتاجه انه ممكن اضغط على عندي الجوبيتر نوتبوك، اقول له launch، راح يبدي يفتح عندي التيرمينال اوتوماتيكيا. هذا ما اجي جانبه، ابقي شغال، اوكي، يعني انت تشتغل على الجوبيتر، بقي التيرمينال شغال، ما لك علاقة بي، اوكي، انت مهم عندك هذا، اوكي، نانا هذا المهم عندك. فمثل ما قلنا هذا الفايلز اللي هنا راح يكون حسب ترتيب الفايلز اللي موجود في حاسبتك. عندك هنا running اذا عندك نوتبوك شغال. بالنسبة للفايلز اقدر اضغط على new واقول python 3، راح يفتح لي واجهة جديدة، تمام، فايل جديد. ممكن هنا اكتب مثلا 6 زائدا 6، واجي اقول له run، راح يطلع لي 12. اذا حبيت انه انفذ كود، لاحظ يكون الليبل باللون الاخضر. اما اذا حبيت انه اكتب comment مثلا nice day، اوكي، فهذا ما راح يطبق ككود، فلذلك اريد اعمله markdown واضغط على
run راح يكون عندي ملاحظة. في حالة إذا أنا أحتاج أكتب ملاحظة معينة قبل لا أكتب الكود، يعني مثلا تكتب أنه أنت راح تعمل عملية حسابية لإيجاد رقم معين، فأكيد راح تستخدم فيها النوت. كيف تميز أنه هاي ملاحظة؟ عن طريق الليبل الأزرق. هنا أنا عندي الليبل لونه أزرق، بينما الكود الليبله أخضر، هو مبدئيا يكون أخضر وتماكين يرجع للكود. بس إذا أنت تريد تكتب ملاحظاتك فراح تستخدم المارك داون. خلونا نوقف هنا بما أنه إحنا نجحنا. طبعا هنا الفايل مثل ما ذكرنا تقدر تعمله save as، تكتب my notes مثلا، أو شوف شنو اللي أنت تريد تعمله، خوارزمية معينة مثلا، تقول له save. وإذا انخلق بفجأة أو طفيت الحاسبة ممكن تلقاه في الرننج أيضا موجود هنا، تضغط عليها يشغل لك ياوي يرجع لك نفس الحالة. الجميل انه مثل ما ذكرنا انه جوبيتر الحلو انه يعمل اوتو سيف، يعني اي شيء تكتبه اوتوماتيكي يحفظها. نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. لهنا نقول لكم مع السلامة.